شروق الصفحة الأولى، ويمكن ده خبر حزين وفي نفس، يعني مش عارفة أقول إيه بصراحة. يعني هي مسألة دمياط تتعلق بمصنع أجريوم أو والتوسعات اللي بتحصل فيه. الناس طبعا، هو النقطة الإيجابية في المسألة دي كلها إن الناس أصبح لديها الوعي، وإنها خايفة جدا على مصلحتها وخايفة جدا على صحتها، بالتالي بتتكلم على بعض السلبيات أو التأثيرات البيئية للمصنع. وبالتالي ده مطلب شعبي صح؟ يعني وده مطلب مطلب، شعبي ده مطلب لازم يكون موجود. وأنا لازم حتى لما بعمل أي توسع جديد لازم أعمل مناطق صناعية، ولازم يكون ليها اشتراطات بيئيه قويه جدا. طبعا. يعني بنشوف الكلام ده في كل حته في العالم. يعني انا شخصيا سافرت قبل كده لليابان، سافرت قبل كده للدنمارك، شفنا ازاي مساله الاشتراطات البيئيه دي بتكون قاسيه جدا جدا جدا. ممكن مصنع يقعد سنوات لحد ما يحصل توافق بيئي ويكون فعلا مستوفي للشروط علشان يتم افتتاحه. ولكن احنا هنا بيحصل ان بنعمل ازاي، بنبني المصنع، وبعدين بيقوم بقى مجتمع عمراني حوالين المصنع، او العكس ان يكون في مجتمع عمراني واحط المصنع في نص الكتله السكنيه. فالمهم في المساله دي كلها الناس اصبح لديها الوعي، وهم يرفضوا مساله المصنع واستمرار المصنع في دمياط، وبالتالي اتجهوا الى قطع الطرق والى اتخاذ خطوات تصعيديه. ولكن من ناحيه تانية في بعض المستثمرين، هم مستثمرين مصريين في الاساس، يتحدثوا عن ان اغلاق هذا المصنع سوف يسبب ازمه في الاقتصاد المصري. في طرفين في المساله، اعتقد ان ده يستوجب من الدوله ان يكون هناك اولا تشغيل ابناء دمياط في هذا المصنع، ده من ناحيه. الناحيه الثانيه هو عقد جلسات استماع، ده بيحصل في كل حته في العالم، جلسات استماع تضم اداره المصنع وتضم ممثلين عن الدوله وجهاز شؤون البيئه على سبيل المثال، ومواطنين وممثلين عن الشعب في دمياط، علشان نعرف انتوا بتعملوا ايه كشركه، وايه هي توسعاتكم وخططكم، وهتتوافقوا مع البيئه ازاي، وهتحموا البيئه ازاي، ومش هتضرونا ازاي، ومش هتضروا مزروعاتنا ازاي. كل دي امور الحقيقه لازم يتم حسمها. ما دون ذلك هنفضل مستمرين في هذا الامر، وفي خسائر بتحصل زي ما احنا شايفين وزي ما بنسمع، وخسائر كمان تتعلق بميناء دمياط اللي في ازمه في شحن وتفريغ دلوقتي بسبب هذه الاضرابات اللي موجوده هناك. التوافق هو اساس حل كل طبعا. المشاكل، ويجب ان يكون لدينا نظام لاداره الازمات. اعتقد حان الوقت. يعني طيب انا قدامي معلش دقيقه وعايز اخد الخبرين بس، يعني قول لي انت بالنسبه هنحاول لك. هنحاول سريعا، هنتكلم بس معلش. سريعا على موضوع جريده الاخبار. الاخبار بتقول انها بتنشر تقرير لجنه تقصي الحقائق من وزاره العدل حول تمويل منظمات المجتمع المدني، وقالت بعض المعلومات ليها علاقه بان في 65 مليون دولار من امريكا لمنظمتين، و296 مليون جنيه من قطر والكويت لجمعيه سلفيه، بتتكلم على جمعيه انصار السنه المحمديه. ولكن انا من واقع اللي انا قريته في جريده الاخبار، هو تقريبا صفحه كامله، انه يعني اللي انا شايفه المشكله الحقيقيه ان بعض هذه المنظمات، خصوصا المنظمات الامريكيه، هي غير مسجله في مصر. يعني ده وجه القصور او وجه الجرم، يعني اذا حبينا نسمي هذا الامر جريمه يعني. ولكن اعتقد ان احنا اللي لازم نركز فيه جدا هي ما هي اوجه انفاق هذه الأموال، على ماذا تنفق، على تغيير إيه في المجتمع بالزبط. المصري، بالزبط. على استهداف فئات معينة من المجتمع المصري. في فئات قد تعاني من التهميش في 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 كل المجتمعات أو في جميع أنحاء العالم. فكرة التركيز على هذه الفئات ومن ثم الاتجاه بقى إلى الصدام مع المجتمع اللي حواليه دون إصلاح هذه الأحوال، هذه الفئات، أعتقد دي يعني ربما تكون خارج الأهداف اللي احنا بنسعى. ويمكن احنا قلنا ممكن بعد ثورة 25 يناير ان احنا من حقنا يبقى فيه شفافية اكتر، لازم طبعا لازم، ومن حقنا ان كل القوى السياسية تقول لنا تمويلها بيكون منين بالظبط. يعني واوجه الاهم كمان من التمويل من وجهة نظري بالزبط. هو اوجه الانفاق، انت بالظبط بتصرف الكلام ده في ايه، لايه، ولمين، وايه اللي انت وعشان بتستهدفه. مين. ولازم الكلام ده يكون واضح ومعروف للناس، يا جماعة انا اهدافي المعلنة 1 2 3 4 وانا بصرف على ده وبالدليل ان انا عملت كذا او ان انا عقدت كذا. فاعتقد ان احنا محتاجين تفاصيل اكتر في هذا الامر، يعني اكبر من مجرد بس فكره المبلغ اللي بيتمول. لازم اعرف ممكن يكون المبلغ ده بيتمول في حاجات تمويه حقيقيه، ده صحيح فبالتالي طبعا، ده مش جريمه من وجهه نظري. أيوة. ولكن اللي احنا محتاجينه نعرف ما هي اوجه هذا الانفاق، صح. ليس حجم الانفاق فقط. الخبر الاخير اللي معانا هو المجلس العسكري والحكومه بيكلفوا اعلاميين سرا سرا بانشاء زي كذا هيئه خط. لتنظيم الاعلام. من بعد الحقيقه ثوره 25 يناير كنا بنتحدث على الانفلات الامني، مع تحفظي برضو على ايوه هذا عليك المصطلح، ولكن بالظبط. بنتكلم كمان على الانفلات الاعلامي. وده كان واضح جدا. الاعلام المصري كله الحقيقه، خاص او قومي او حزبي، كان بيركز على خلاص مات الملك، عاش الملك، تم اسقاط نظام مبارك، فبنغازل
الثوار وثم نغازل المجلس العسكري ثم نغازل القوى الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين. ده كان واضح من الجميع الحقيقة. ولكن لم نقدم معلومة إلى المواطن المصري ما هي الثورة وما هي الأشياء التي قد تحدث وإنت إيه دورك علشان نتلافى هذه السلبيات. الإعلام المصري كله تم إن جمال مبارك لما راح السجن ما كانش عارف ينام وإن أحمد نظيف طلب مية معدنية علشان ما كانش عارف يشرب وإن الفلوس المليارات هترجع وإن حبيب العدلي هيحاكم بتهمة الخيانة العظمى وسوف يتم إعدامه في ميدان عام وأمور كثيرة جدا رفعت سقف طموحات الشعب المصري ولن تستند إلى الواقع. وشفنا كمان بلاغات بقى من ده أنا مثلا عندي مشكلة مع دينا فبروح أقدم أي بلاغ كيدي فيها وبتنشر في الصفحة الأولى في كل الجرائد. ووصلنا في النهاية خالص إلى أن في حالة انفلات إعلامي عامة. في كل الأحوال أصبح هناك اتجاه الإعلام بأدائه أفقد الثقة في الإعلام نفسه وأفقد الثقة في مؤسسات الدولة إذا كان في مؤسسات بنتحدث عنها. أفقد الثقة إلى حد كبير في القضاء المصري لما صدرت بعض الأحكام ببراءة بعض رموز النظام السابق في بعض القضايا. أفقد الثقة حتى في الحكومة وأفقد الثقة بعد كده في المجلس العسكري. في أزمة ثقة بين القوى السياسية وبين المجلس العسكري وبين الشعب وبين المجلس العسكري. أخيرا وليس أخيرا هناك مخاوف من أن تكون هذه الهيئة لتنظيم الإعلام ووزارة الإعلام لها دور كبير جدا فيها والمجلس العسكري له دور كبير جدا فيها مع حالة أن المجلس العسكري أصبح يفتقد الصبر تجاه ما يحدث له من انتقاد في وسائل الإعلام الخاصة وغيرها ففي خوف أن يتم تقييد الإعلام في هذه الفترة الحساسة وأن تستقر هذه الأوضاع ويتم فرض المزيد من القيود. ولكن في كل الأحوال إحنا محتاجين ناس من جوه المهنة هي اللي تنظم عمل المهنة ونلتزم بمواثيق شرف أعلى. طبعا محمد طلعت الهواري صحفي جريدة المصري مشكورة جدا على وجودك معنا. وأنا في الآخر كلامي خالص عايز أقول إن في الآخر المواطن المصري هو اللي غلبان في القصة دي كلها. هو بجد يعني المصري هو اللي في إيده الحل. المواطن هو الحل. طيب نطلع لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد.